السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كويكو. اليوم ان شاء الله نوجدوا البابا، والبابا عندنا طريقتين تاع البابا. عندنا البابا اللي نديروها مع الطاجين الحلو، وعندنا البابا اللي نسقوها بالسير ونديروها نشربوا بها قهوة ولا لاتاي ولا عصير تاع الفواكه. ونفوتوا مباشرة للمكونات تاع هذا البابا. البابا تسحق لنا عندنا غرفيه تاع الثوم العبار اللي بغيتو، بغيتو تعبروا بالكاس كيما هكا عبروا، بغيتو تعبروا بالغرفيه كل واحد كيما يبغي، مهم نديروا عبار واحد. عندنا غرفيه تاع بيض هايله هنايا، وصلت لي قد 5 حبات بيض. عندنا غرفيه نقصوا منها شويه تاع سكر خاطرش غادي نسقوها بالسيرو، السيرو يكون حلو. عندنا غرفيه هنا تاع لوز ولا كاوكاو يكون مقلي ومطحون، كيما تبغوا. لا تبغوا ديروا الكاوكا ولا اللوز ولا نواط كوكو، ولا ديروا نص تاع غرفيه تاع نواط كوكو ونص تاع كاوكا كيما تبغوا، ولا اللوز كيما تبغوا. عندنا غرفيه هنا تاع الخبز يكون يابس يكون محمص ومطحون مليح هكا غبره. عندنا الدهان ثاني، تبغوا ديروها غير بالدهان، تبغوا خليط تاع الزيت مع الدهان. انا اليوم غادي ندير خليط تاع الزيت والدهان، راني سيد تاع الزيت وحده وسيد تاع الدهان وحده، بصح البنه من يكون الزيت مخلط مع الدهان تجي بنينه بزاف. عندنا زوج تاع فياض لهاد الكميه، عندنا زوج تاع فياضه. وعندنا الزبيب، هذا الزبيب اختياري اللي بغى يزيده صحه واللي ما يبغاش مشقاش، ولا نديرو تاع القهوه اللي نشربوا فيها القهوه نزيدوا فيها زوج مغارف تاع شوكولا ولا كاكاو. وعندنا نسكافي للنكهه. اليوم غادي نستغني انا على النسكافي والكاكاو خاطر غادي نديرها هذه، نديرها للبرقوق والزبيب. ونفوتوا مباشره للوصفه. هنا راني هنا راني رابيت هنا حبه تاع ليم زيست تاعها، ولهاد الاخر درت بهاد الرابيس الصغيره، راهي الثمن تاعها رخيص وتساعد غايه في من الرابول الليم. مباشرة بسم الله هاي البيض، قلت لكم على حسب اللي عبرتو. عندنا البيض، عندنا السكر، قلت لكم ما تعمروش الغرفية كاع سكر خاطرش غادي نعاودو نسقوها وتجي حلوة بزاف، ما نديروش كاع غرفية كاع. وأني درت هنا الزيت، درت هنا زيت تاع الليم، ودروك نضربوها هاكا، ودروك راني نخلطها كيما هاكا ونستعمل الباتر باش تطلع لنا غاية، نطلعو البيض مع السكر مليح. نبدأ نضربو، شوفو راني طلعت البيض مع السكر، شوفو راه ولا كالرغوة طلع غاية. ودروك تاني نزيد غير بشوية الدهان ولا الزيت ولا الخليط مع الدهان والزيت غير بشوية، ونولي نضرب باش هاد الرغوة اللي طلعت ما تعاودش تطيح لنا، باش البابا يخرج لنا شباب. بسم الله دروك غير بشوية هكا كيما نديرو مايونيز، غير بشوية حتى لي نكملو كاع الكمية تاعنا، نسيو ما نحبسوش التضرة. راني زدت الدهان ها هو راني ضربت، دروك نزيدو المكونات هادي جافة. غادي نزيد هنا الكاوكاو، قلتلكم غادي ندير كاوكاو نص ونص تاع تاني نوت كوكو. هنا راني خلطت لاليفيغ شيميك فياضة مع الخبز اليابس، خلطوها كيما هكا ونضيفوها ونديرو غير بشويه الخبز. الخبز ما نديروش ضربه واحده خاطرش كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش. الخبز راه مصنوع بالفرينه والفرينه عندها انواع. صافي نديرو ونشوفو. نزيد الزبيب تاني تاعنا، هذا زبيب اختياري اللي كان عنده صحه اللي ما كانش مشقاش، ونشوفو نخلطو ونشوفو. هي غادي غير تقعد شويه تبدا تشرب، راهي خفيفة هنا بزاف، ما مخلوها تشرب غادي تجي خفيفة. ملي نكمل هاد الغرفية كاع ونشوفو، لا كانت مازالت خفيفة نزيدو على الغرفية تبان لي هادي هي، خاطر مادام نخلوها شوية الخبز تعرفوا بلي كي يتشمخ غادي ينتفخ. خلوها شوية غادي تولي قوام تاعها نيشان. ودروك نعمروها في ليمون، يطيبوها فيه
هاي البابا تاعنا خليتها تتشرب شويه، كتشوفوا بلي مي خليتها راهي زادت تشربت شويه. ودروك غادي نديرها في القوالب اللي غادي نطيب فيهم. انا شيت هادو قوالب، هادو جو طاب دير فيهم قوالب فرديه، راني درت فيهم شويه زيت كيما هكا، وغادي نبدا بالبانسو نطليهم كاع. هاد القوالب هو مشروع مربح اللي يبغي يديرهم ويبيعهم كيما هكا واجدين، سواء للبابا تاع الافراح تاع البرقوق وزبيب، ومام كي يكون عندنا حشيه ضيوف ثاني نقدو نمدوهم لهم هكا، ولا غير هكا نديروهم نعاودو نديمو لهم، ولا نديرو فيه هاد الليمون كيما هكا. عندنا هذا القالب كاين اللي كبير عليه، تبغوا ديروا طبق كبير فيه البرقوق والمشمش والزبيب والاناناس نزوقوه، نديروا كيما هكا كاين في الكبير، ولا كيما هكا كل واحد كيما يبغي يدير. ودروك نبدا نعمر في القوالب تاعي، وما نسيت باش نقول لكم ملي كي تبداو ديروا الكاطو توجور نديرو الفوق يحمر 180 درجه، ومن بعد نقصوا له شويه ونخلوه كل واحد الفوق تاعها، ما نديروش النار قاويه في اللو، غير شويه باش تطلع لنا، من بعد نقصوا لها باش تطيب لنا من الداخل. هيدا بسم الله بديت نعمر في القوالب. قالب اللي يكون عندنا جامي نعمروه حتى الفوق، خاطر غادي تطلع لنا بلا ليفيغ شيميك فياضه، نديرو غير نص الكميه ونخلو النص باش تطلع. مام كاين ليمون تاني تاع سيليكون شابين بزاف، تقدو تاني نديرو فيهم. قلتلكم القوالب هذا الشيء كيما تبغوا اختياري. ليمون تاعي هاني عمرتهم، قلتلكم ما تعمروش حتى الفوق، تمسحوا كاع هذاك ليكو زياده باش ما يحرقناش الفوق، ما تعمرهمش كاع. وهما ليمون تاني تاع سيليكون، ها هو الشكل الاول، ها هو الشكل الزاوج، كل واحد كيما يبغي يعمر. هاد الكاميرا قطعت لي هنا قريب 11 مول صغير، وراه باقي لي هنايا قد ما نزيد نطيب تاني. ودروك ندخلهم في الفوق ونخليهم يطيبوا كيما البسكويت تاعنا. البابا تاعي راهي طابت، هيا وشعلت عليها من الكوشه من الفوق باش تحمر لي مليح. دروك غادي نخليها تبرد، ومن بعد نديمو ليها غير هكا بشويه بالخدمي، نخلوها غير تعرق غير بالخدمي هكا بشويه ونديمولوها ونخلوها تبرد. انا اليوم ما غاديش نسقيها، خاطر قلت لكم غادي نديرها هذه طاجين بالطاجين حلو، ونسقيها بالسيرو اللي نطيب فيه البرقوق والزبيب. بصح نتوما لا درتوها القهوه، ديروا سيرو يكون فيه كاس سكر، زوج كيسان ماء، والعصير تاع الليم، ونخلوه يغلي واحد 10 دقائق. وكي يكون هذا حامي نسقو بالسيرو بارد ولا العكس. البابا تاعنا اللي وجدتها هاي لا راهي واجده، قلت لكم غادي نسقيها بطاجين حلو، انا ما درتهاش تاع ديسير تاع قهوه، درتها ديسير تاع البرقوق. ودروك انا درنا هاد الكارنيتي، قلت لكم الزواق كل واحد على حسب الاختيار تاعه وعلى حسب الامكانيات. دروك لاصوص تاع البرقوق راهي حاميه، ونسقيها هكا. تبغوا دخلوها قبل في توخروا لاصوص تاع البرقوق وتغمسوا كاع البابا الداخل باش تشرب مليح، هذا على حسب الاختيار تاعكم. هذه ما تجيو تحطوها غادي تتشرب غايه السيرو. والطاجين تاع البرقوق غادي تصيبوه في صندوق الوصفة ان شاء الله، كيفاش نديرو طاجين حلو ديسير. شوفوا بلي السيرو راه ثقيل، راهي جات بنينة بزاف، راهي جات كل جات بنينة، جات كيما لي ماكارون. شوفوا هاي البابا، هاي شوفوا راهي تعسلت غاية بالداخل، راهي جات شابة. وشوفوا الكاوكاو اللي درناه الداخل كراهي بان فيها. مادا بيا تسيوه وتخليوا لي ان كومونتير لسياته وعجبها، وديروه بالصحه والهنا ان شاء الله.